السلام عليكم ورحمة الله. اليوم المحاضرة الثانية عن الغدة الدرقية. المحاضرة السابقة حكينا فيها عن لمحة فيزيولوجية وجنينية وتشريحية، وحكينا عن قصور الدرق اللي قلنا تقريبا هو أشيع أمراض الدرق، هو والعقد تقريبا، بينما فرط نشاط الدرق والسرطانات والالتهابات بتيجي أقل بكثير من القصور الدرق. اليوم بدنا نحكي عن السلع الدرقية، رح نحكي عن العقد الدرقية، عن فرط نشاط الدرق، عن حالة إسعافية ونادرة اسمها العاصفة الدرقية، عن التهابات الدرق. ومن الأول بتحطوا ببالكم أن التهاب الدرق القيحي الحاد هو الأندر. الأمراض الدرقية، الالتهابات الدرقية أغلبها مناعي ذاتي. عندنا بعدين لمحة عن سرطانات الدرق، مثل ما قلنا سرطانات الدرق بناخذ منها لمحة، بس بالأساس بدرسوها بالجراحة. هلا حكينا من المرة الماضية إنه بالنسبة لمرضى الغدد، يعني العيادة الغدية أكثر من براجعة مرضى السكري والعقم، بعدين الدرق، وقلنا على رأسه قصور الدرق. هلا أغلب المريضات إنه بخافوا من الغدة الدرقية، لأنه حتى قلت كلمة مريضات فعلا لأنه شائعة عند النساء أكثر من الذكور. بالنسبة لفرط النشاط 4 مريضات مقابل مريض، بالنسبة لقصور الدرق 10 مريضات مقابل مريض. فلذلك هالمريضات انه بيسمعوا بالعيلة انه اما خالتها انه صار عندها عقدة او صار عندها مشكلة بالغدة وكسل فرط نشاط، فلذلك نشوف بنص الحالات في عنا قصة عائلية ايجابية. هلأ حنحكي عن السلعة الدرقية. شو معنى كلمة سلعة؟ كلمة سلعة بين قوسين هي كبر بحجم الغدة، إنه المريض غدته حاسسها مو مثل رفقاته، بيطلع برقبته برقبة رفقاته إنه غدته مو مثل رفقاته، إما إنه ضخامة، يعني إنه كلها ضخمة، أو إنه في مكان ضخم أكثر من مكان. هلأ بس بعد السلايد واقف، ما بعرف إذا قلبي سلايدات سلايد واقف عنا، شوفوا هيك متحرك؟ لا ما تحرك، بس بعد ذلك لو بتعيدي مشاركة ايه تحرك. تمام عفوا، تحرك تحرك. طيب فيك ترجع سلايد نفسه. وكأنه عم حط على عرض الشرائح، ما عم يتغير عنكم، وقت عم حط انه مشاركة شاشة عم يزبط أكتر، مشاركة شاشة الباوربوينت دون عرض. هلأ موجودة؟ ايه موجودة، موجودات سلايدات هلأ. تمام. هلا حنرجع نحكي عن السلعة الدرقية اللي اسمها جويتر. تظاهراتها السريرية، كل كتير من المرضى بيجونا، نص المرضى بيجوا بس لنقول لهم انه هالسلعة بتخوف ولا ما بتخوف. حتى احيانا انه مريضة نحفانة شوي، بتعرفوا المرة الماضية حكينا انه الغدة الدرقية غير مجسوسة الا عند النحيلين، وقت بتنحف تلاقي انه رقبتها حسيتها انه ضخمة. وبنفس الوقت انه احيانا المرضى البدينين بسبب توضع الشحم كمان بيجبروا لنا انه غدتهم كبيره. اذا من اكثر الاسباب اللي بتخلي المريض يراجع الطبيب بسبب هالضخامه اللي بتصير برقبته. احيانا على فكره بشكل حقيقي والاغلب نفسي بيقول المريض انه هالغده حاسسها انه عم تضيق له نفسه، وانه كل ما بلع بيتضايق. والغالب نفسي، الغالب نفسي، يعني المشكلة، يعني السلعة الدرقية الحقيقية اللي بدها تسبب هيك مشاكل اللي هن ضيق النفس وعسرة البلع قليلة جدا، بينما أغلب المريضات بيجوا متضايقة، وبتعرفوا ما أكثر مضايقات الحياة، تحس مخنوقة من رقبتها، بتطلع برقبتها بتلاقيها ضخمة شوي بتجي عنا. هلأ السلعة الدرقية الضخمة كتير ممكن أنه تضغط على العصب الحنجري ويجي المريض ببحث صوت، وأحياناً نادرة أكتر بيجي بمتلازمة هورنر، هي اللي بيجي أنه المريض عنده انسدال بالجفن مع تضيق بالحدقة.
هي سببات ضغط على العقد الودية العلوية. طبعا هذول كتير نادرين. هلأ مثل ما بتتذكر المرة الماضية إنه الغدة الدرقية بتتحرك مع البلع، فلذلك السلعة هي على حساب الغدة، فلذلك بتتحرك مع البلع. أحيانا ما بتتحرك، شو بيعني هالحكي؟ إما إنه غاطسة نازلة تحت على المنصت، أو متسرطنة متشبسة بالأنسجة المجاورة، أو أحيانا بسبب الالتهاب. أسباب السلعة الدرقية، ليش العقد الدرقية، ليش بيصير فيها سلعة، ليش بتتضخم؟ أول شيء ممكن عوز اليود، المناطق اللي فيها ما فيها يود أبدا، أو إنه اليود فيها أقل من 50 ميكروغرام يوميا. أنتوا بتتذكروا إنه وقت حكينا إنه الحاجة اليومية عند الأطفال 50 ل 120، عند البالغ 150، عند الحامل 200. إذا كان 50 ما عاد في يود ليتركب التيروكسين والتي 3، فلذلك بيصير في عنا تحريض للتي اس اتش. التي اس اتش بيجي بيحرض النسيج الدرقي وبيخليه يتضخم. الأدوية اليودية مثل الإميودارون المضادة للملانزميات القلبية، كتير بكرة تسمعوا إنه بالعنايات إنه حطوا له كوردان، أو اللي هو الإميودارون. هلأ أسباب السلع الدرقية، الناس اللي بيعتمدوا كتير على النباتات اللي مثل الزهرة والملفوف واليخنة والذرة السكرية والدخن، هلأ أما بكميات مقبولة ما في مشاكل، بس أما إنه الاعتماد عليها بشكل أساسي قد يأثر. هي شو مشكلتها هي النباتات أو الخضروات؟ إنه بتمنع أكسدة اليود، وبالتالي بتأثر بمرحلة من مراحل تشكيل الهرمون الدرقي. في عنا أدوية مسلعة مثل مين؟ الأدوية المضادة للدرق. إذا مريض إنه عطيناه ميتيمازول، بتعرفوا أحيانا في مرضى ما بيراجعوا الطبيب، خلص يعني إنه بياخدوا الدواء وبيضلوا عليه طول العمر، يعني بكرة بتشوفوا أشكال ألوان. المهم مريض مثلا شاكين إنه عنده فرط نشاط درق، عطيناه ميتيمازول قلنا له بعد شهر راجعنا، هو شو فكر إنه الدواء خده لست شهور أو لسنة وراجعنا، بيرجع بيكون هو كان عنده فرط نشاط درق، إذا تي اس اتش كان مصبط، وقت أنا عم صبت الدرق شو رح أساوي؟ وكأنه حساوي قصور درق، وحزيد التي اس اتش كتير بعد ما صبت الهرمون الدرقي، ممكن تي اس اتش المحرض يعمل لي ضخامة درقية. في عنا أدوية تانية، في عنا أدوية غير الإميودارون مثل السلفوناميد والأمينوبنزين والكوبالت والمقشعات للسعال. من بين الأسباب اللي بتسبب ضخامة الغدة الدرقية جريف وهاشيموتو. جريف فرط نشاط درق، هاشيموتو عموما قصور درق، ممكن بالمرحلة الحادة يعمل فرط نشاط درق، بيأفرز ما عنده من الهرمونات بعدين بيعمل قصور درق. الخلل الأنزيمي بتركيب الهرمون الدرقي شو بيعمل؟ ما بيخلي يتركب تي 3 وتي 4، هذا بيحرض تي اس اتش، تي اس اتش بتحرض النسيج الدرقي وبتعمل لي سلعة. عم تتحرك السلايدات ما هيك؟ لا دكتورة لا، نعتذر عن مقاطعتنا. خلاص بتعرف شو لحكاً، رح أرجع أنا حطه بهالطريقة أحسن شيء. هلأ رجعت؟ إيه تمام هيك. هلأ خلاص هيك رح أشتغل أنا على هالطريقة، ما لي غير هيك. طيب هلأ الخلل الأنزيمي بتركيب الهرمون الدرقي مثل ما قلنا، ما بتتركب الهرمون الدرقي، بصير في عندي TSH، TSH بتعمل سلعة. هلأ هاي العيوب غالباً طبعاً نادرة، وبتجي خلقية منذ الولادة، وأحياناً بترتبط مع متلازمات مثل متلازمة بيندريد اللي بيكون فيها الصمم، وبيكون فيها المريض الطفل بيجي عنده قصور درق شديد وصمم خلقي عصبي. الشذوذ بهي المتلازمة هو للبروتينات المحتوية على اليود، يعني المشكلة إنه بتركيب الخلل بمرحلة من مراحل تركيب أكسدة اليود وارتباط اليود مع التايروزين، هي سببها. بيجي المريض مثل ما قلنا قصور درق، تي اس اتش كتير عالية، وبيجي الولد أصم وأبكم، وبتطلع على غدته بتلاقي في عنده سلعة. شو هي أنواع السلعات الدرقية؟ في عنا سلعة فيزيولوجية، كتير من الشباب والصبايا بيصير عندهم بلوغ، بيصير زيادة بنمو جسمهم بشكل متسارع، ممكن إنه يصير عندهم سلعة فيزيولوجية، وطبعا بتكون متجانسة.
وبالحمل كمان، الحمل مو بيزيد لنا، بدها تركب لازم يكون في عندي الهرمون الدرقي موجود بشكل مقبول، يعني بشكل جيد، ما بيصير انه يكون ناقص ابدا. فلذلك وحتى انه الحامل انه بتزيد ترويه الغده الدرقيه مشان تشكل هيك، مشان تشكل الهرمونات، ممكن انه تسبب عند الحامل كمان سلع. هلا في عندي السلعه البسيطه، اهم شيء انه السلعه البسيطه معناها متجانسه ما فيها عقد. شائعة عند النساء أكثر من الرجال، أغلب الأمراض الدرقية هي أشياء من النساء عندها من الرجال، بمناطق عوز اليود، وأخص إذا كان شديد، يعني أقل من 20 ميكروغرام باليوم. إذا أنا الحاجة اليومية للطفل أقل شيء من 50 ل 120، وأنا ما عندي مكان يود أبداً، فلذلك ممكن أنه يصير عندهم قصور درق، وممكن أنه يصير عندهم تحت تأثير الـ TSH، يصير عندنا سلعة درقية. هلأ الضخامة المعممة للغدة بتصير بالأمراض، التهاب الدرق المناعي الذاتي مثل هاشيموتو أو داء غريف، بقصور الدرق تحت تأثير TSH، فرط تنسج حميد أو تنشؤ، يعني بيكون عندي فرط تنسج سليم وليست خباثة، وهذا الأشيع منه من الخباثة أندر. هي الضخامة المعممة. هلأ حكينا عن السلعة الفيزيولوجية، عن السلعة البسيطة المتجانسة يلي منشوفها على رأسهم بالتهابات الدرق وقصور الدرق. في عنا السلعة عقدية، يعني كلها الغدة ضخمة إلا أنه في جوات عقد، فلذلك هي غير متجانسة، قد تكون سمية أو غير سمية، يعني قد تكون عم تفرز الهرمون الدرقي أو لا تفرزه. ومع مرور الوقت أنه الغير سمية حتتحول لسمية. هلأ بشكل عام مثل ما قلنا أنه مشاكل الغدة الدرقية السلعة سواء كانت بسيطة أو معقدة هي أشياء عند النساء، ما هو أنه تنعملوا دراسة للمجتمع، لا وحتى عن أغلب النساء في عندهم تبدلات عقدية طفيفة. هالعقد أحياناً بتكون واحدة وأحياناً بتكون عدة عقد، وقد تنشأ على غدة طبيعية أو غدة متضخمة، وقد تكون فعالة أو غير فعالة. هالعقدة اللي عم نحكي عليها سواء العقدة أو العدة عقد. أشيع أورام الدرق هو الورم الغدي السليم، يعني عدة خلايا مفرزة للهرمون الدرقي بتتنسج وبتحيط نفسها، بتتجمع مع بعضها بتعطيني الورم الغدي السليم. على الومضان بتعطيني عقدة وحيدة حارة، ليش؟ لأنه هي عم تأخذ اليود وعم تأفرز أحياناً بتأفرز هرمون درقي، أحياناً لا ما بتأفرزه. الغالب 85 إلى 90% من العقدة الوحيدة تكون سوية درقياً، بس أحياناً بنسبة قليلة قد تكون ورم سمي، إنه عم يفرز الهرمون الدرقي بشكل كبير. هلأ هو ورم سليم بيكون محاط بمحفظة كاملة وشكل منتظم، أكيد هو ورم سليم ما بيعمل انتقالات، ما بيخضع لتأثير الحاسة الدرقية، ولا بيتأثر بإعطاء التيروكسين، يعني هو ماشي بحاله بحاله ما حدا قاله عليه. خلايا درقية متجمعة عم تقبض اليود، عم تفرزه بشكل طبيعي، أحيانا ممكن تفرزه بشكل سمي، ما له علاقة لا بالTSH ولا بالإلتيروكسين، يعني إذا أعطيت الإلتيروكسين ما بيصب الTSH ولا بيصغره. هذا اسمه الورم الغدي السليم. هلأ الصورة الشعاعية المحطوطة بالسلايد إذا بتشوفوها، قال أنا ما عم بقرأ كورونا، بس شوفوا لي عرض المنصف. المنصف العلوي إذا ملاحظين أنه في ضخامة، هي فيها درق غاطسة،
وقت نيجي نفحص المريض بتطلع عنا علامة بيميرتون اللي هي إنه ما نقدر نجس الحدود السفلية للدرق. هلأ هي الحالة غالباً جراحية، لأنه أول شغلة ممكن إنه تعمل انضغاط، ممكن إنه نسبة التسرطن فيها عالية أكثر من النسيج اللي موجود بمكانه. عوامل الخطورة في العقد الدرقية أمتى؟ هلأ ما نحن عم نحكي لساتنا عن السلع، حكينا أول شيء عن السلعة الفيزيولوجية اللي بالحمل والبلوغ، حكينا عن السلعة المتجانسة البسيطة اللي ما فيها عقد أبداً، يعني الضخمة العقد الغدة كلها متضخمة، وأكثر شيء منشوفون عن مرضى قصور الدرق تحت تأثير TSH. بعدين حكينا عن السلعة العقدية، هلأ حنحكي عن العقد. شو هي إذا شفنا عقدة بقلبها السلعة المعقدة، كيف بدنا ندرس هالعقد؟ من كيف بدنا نعرف إنه هالعقدة سليمة ولا لا إنه خباستها أقوى؟ إمتى بنقول نروح للمريض هاي عقدة بسيطة لا تخاف منه، وإمتى بنقول له لا ضروري للدراسة نستكمل الدراسة ونستأصلها؟ حجم العقدة، هلأ العقد الصغيرة يلي نص أقل بشوي أكتر بشوي، هي ما يعني عموما ما في عليها مشكلة، بس كل عقدة ياسة بين السنتي والسنتي ونص لازم اشتبه فيها وأعمل لها FNA، أعمل لها أول شيء إيكو وبعدين FNA. FNA هو الرشافة بالإبرة الدقيقة، بيدرسها السيتولوجي وبيقلنا إنه هالخلايا الموجودة بقلبها هي خلايا أقرب للطبيعية ولا أقرب للخبيثة. ضمن من عوامل الخطورة بالعقد الدرقية بدي بالاستجواب والقصة السريرية، إذا الطفل أو المريض بطفولته مثلا كان عنده لينفوما وعاطينه أشعة على العنق، هي القصة كتير مهمة، وأي عقدة موجودة لازم أخذها بعين الاعتبار بالمية. الشغلة الثانية إنه العقدة مو صار لها موجودة 3-4 سنين، لا من فترة قريبة اكتشف المريض أو المريضة وصار في معها ألم وبحت صوت. بحت صوت دائما بتخوفنا، لأنه معناها إنه في شيء خبيث عم يعمل لي انضغاط على العصب الحنجري. قصة عائلية للمين، هي كتير مهمة، المالتيبل إندوكراين نيوبليزيا. في عندي إلى أصناف، عندي المين واحد والمين اثنين، الاثنين A و B. هلأ المين واحد 3 بيات، بس مين من البيات؟ هي ورم نخامي، ورم بنكرياسي، ومورم بجارات الدرق. المين اثنين في ورم قواتم ورم على حساب الخلايا جارة بارب فوليكلر وجوارات الدرق. المين 2 بي في عنا ورم قواتم، ورم وسرطان درق لبي، سحنة خاصة، سحنة مرفانية يعني المريض طويل كتير، ارتفاع بقبة الحنك، يعني بتشوف حنكه ما مثل الناس العاديين أبدا، بتحس هيك مثل هرم، يعني هيك ذروة موجودة داخل حنكه، وقد تترافق مع تنشؤات بالفم. سريريا إذا لقينا عقد بالرقبة مرافقة لها العقدة، إذا كان ذكر ناخد بعين الاعتبار، إذا لقيناها عند مرأة كل هالنسوان عندهم عقد، بس وأما عند ذكر كتير بدك تاخده بعين الاعتبار. إذا هالعقدة قاسية وحيدة، إذا كانت غير متحركة، بينما لو كانت طبيعية بتكون متحركة، إذا كان في عندي شلل بالحبال الصوتي، أو إذا أنا عندي عقدة وشك بانتقالات للرئة مثلا. مخبريا المريض عنده كالسيتونين وعنده ارتفاع بالتي اس اتش، قصور الدرق بتشيع، اذا عقده وحيده بارده مع ارتفاع التي اس اتش قصور درق، كمان انه بشك فيها اكثر انه تكون خبيثه، شعاعيا انه تكون بارده وقافه وحيده والى صفات على الايكو. هلا رح تمرق معنا. علاجيا لا تتراجع باستعمال الإيتروكسين، يعني هي ما لها خاضعة للتنظيم الغدي اللي نحن نعرفه. ملاحظات، هلأ إذا مو شرط إنه تكون العقدة خبيثة إذا ما تراجعت بإعطاء الإيتروكسين، مثل ما قلنا إذا بتتذكر الورم الغدي السليم
ما له علاقة بالإيتيروكسين، سواء أعطيت الإيتيروكسين صبت التي اس اتش ما له علاقة فيه. إذن مو شرط أنه هذا الكلام يكون بالمية مية. ما بيصير أبداً أنه نعطي الإيتيروكسين نشوفها رح تصغر ولا لا من دون معايير التي اس اتش والإف تي فور. ما بيصير حط المريض بفرط نشاط درق دوائي تحت تأثير الإيتيروكسين عالي، لأنه الإيتيروكسين قد يسبب عنا تخلخل عظام. التشخيص، بدنا ناخذ قصة سريرية، بدنا نفحص فحص سريري نشوفها متحركة قاسية ثابتة، في عندي عقد لمفاوية. هلأ بنعمل إيكو، بعد ما نفحص الفحص السريري بنعمل إيكو، بدنا نشوف هل هي وحيدة أم متعددة، بدنا نشوف حجمها صغير ولا كبير، قلنا الكبير هي الأخطر، بدنا نشوف إذا زائدة الصدى ولا ناقصة الصدى، هل حوافة منتظمة أم مشرشرة. المنتظم ما منخاف منه، المشرشر هو اللي بيكون لا قدر الله خبيث. إذا في تكلسات كمان، وأخص التكلسات الناعمة، على فكرة هذا المريض يلي الصورة اللي حاطين إياها فيها تكلسات ناعمة وأخص بالقسم السفلي، حوافة إذا منتبهين وأخص بالمكان اليمين غير منتظمة، طولة أكبر من عرضة كمان، هي بتقلنا وهي عقدة وحيدة، هي بتقلنا أنه صراحة ما لها سليمة. هلأ الومضان باليود المشع، شوفوا الصورة التحتانية، عاطيني أنه بالمنطقة بالفص اليساري وبالأسفل منه أنه منطقة باردة، منطقة ما أخذت اليود المشع. إذن هون في عندي هي المنطقة تعتبر عقدة باردة، لازم نعمل لإيكو ونشوف هل هي كيسية، إنه هي عبارة عن سائل غرواني أو دم جواتها، أم هي صلبة يعني إنه عبارة عن نسيج. هلأ حكينا أول شيء عملنا الإيكو، عملنا ومضان، بعدين بدنا ناخذ الإف إن إي وبدنا ندرسها عند السايتولوجي. هلأ هو بيبعث لنا التشريح المرضي الأخصائي بالخلية، بعلم الخلية، بعت لي إنه أغلب الخلايا اللي شافن هن سليمات، هي من خلية تحت المراقبة، ومنعالج بالإلتيروكسين منشان نكبح تي إس إتش تقريبا للواحد. إذا عطاني إنه لا، إنه الخلايا في كذا واحدة منهم فيها مشاكل نووية وبتعطي صفات خباثة مباشرة على الجراحة، إذا ما قدر يحلف بالله لا هي حميدة لا هي خبيثة، كمان تعتبر خبيثة ويفضل العمل الجراحي واستئصالها. الفحص المخبري ما بنقدر انه نقول والله انه نميز عن طريق التحاليل انه هي خبيثة ولا سليمة، بس وأما إذا إجا عندي الكالسيتونين عالي بفكر بالسرطان اللبي، إذا أضاد البيروكسيداز التي بي أو عالية بتشخص اللي هاشيموتو بس ما بتشخص السرطان. هلأ العقد الدرقية مهمة جدا، وإذا بدنا بس نحكي نرجع نركز على بعض الملاحظات، ليش نحن بنهتم بالعقد؟ بس منشان ننخل ونميز مين الخبيثة واللي لازم نستأصلها بسرعة، وبين اللي إنه عاطية صفات سلامة ونترك المريض من دون جراحة. هلأ دائما العقد الفعالة الحارة يلي عم تقبض اليود المشع، اللي عم تستخدم اليود، هي من النادر أن تكون خبيثة، أقل من 5% قد تكون خبيثة. لذلك إذا أجتنا بالومضان إنه في عندي عقدة وحيدة وحارة، يعني بصراحة كتير منقول إنه نادر إنه تجينا خباثة، فلذلك من فينا يعني نطمئن المريض ونخليه تحت المراقبة. هلا أحيانا سلعة متعددة العقد، في مثلا عندي 5 عقد، في منا شيء بارد في شيء منا حار. هلا كلياتهم بدنا ناخذ منهم اف ان اي؟ لا، ناخذ من أكثر عقدة باردة مسيطرة وصفاتها على الإيكو غير مريحة، هي اللي بدرسها تحت الـ FNA، وهي بنعتبرها وكأنه وحيدة. ما بقول والله أنا عندي سلعة متعددة العقد، في منا حار وفي منا بارد، لا، إذا في عندي عقدة باردة على الومضان وعلى الإيكو
مشوهة بتتعامل مثل معاملة العقد الوحيد الباردة اللي تعتبر هي الأخطر، وهي يعني اللي بتعطي صفات خباثة أكثر من غيرها بكثير. هلأ عموماً بداء غريف العقد، هلأ هي بتجي السلعة بداء غريف عموماً متجانسة كلها ضخمة، بس إذا لقينا في عقد كمان لازم نقيمها رغم إنه خباثتها كتير قليلة. الإيكو كتير مهم لدراسة العقد، بيعطيني وأخص إذا الدكتور شاطر بيقدر يميز لي شو الصفة، إنه تعطيني صفات سلامة أو خباثة على الإيكو كتير مهم. واتبي بعت لي دكتور الأشعة إنه في عندي عقد مشبوهة إيكويا صدويا، لازم نعمل لها FNA. هلأ هون عم يرجعوا يعطونا خوارزمية إنه شلون نشتغل بالعقد الدرقية. هلأ إذا في عنا عقدة درقية والتي اس اتش طبيعي، لا هي فرط نشاط، لا هي يعني سواء درقي وعندي عقدة وحيدة لازم ولازم نعمل FNA. إذا كانت باردة حتما لازم أعمل FNA. هلأ إذا كان عندي القصور درق يعني TSH مرتفع، إذا على الإيكو في عندي دلائل خباثة لازم أعمل FNA. ما في دلائل خباثة نعمل TBO ونتوجه نحو تشخيص هاشيموتو. هلأ إذا كان عندي TSH منخفض، يعني أنا قدام حالة شو فرط نشاط درق، بعمل ومضان درق. هلأ إذا كانت عقدة باردة دغري على FNA، إذا كانت عقدة وحيدة وحارة هي نسبة خباثتها كتير قليلة، هي متجه للعلاج والمراقبة. هلأ إذا كان عندي عقدة من ضمن عدة عقد، هلأ هون منشوف العقدة المسيطرة تمشي نحو هي حارة ولا باردة، وشو صفاتها على الإيكو، ومنرجع لنفس المخطط. تقييم الحالة نعطي إذا المريض الـ TSH مرتفع شوي، يعني نفترض 3 فيني صبته للواحد، بعطي الالتيروكسين منشان خفف الـ TSH اللي هو الـ TSH اللي بيسبب سلعة، وقد كتير إنه حتى في عقد بتكون مستجيبة للـ TSH ممكن تحت تأثير الالتيروكسين وتصفية الـ TSH تصغر. إيكو درق منشان تحديد صفات السلعة والعقد، ومدان درق منشان نعرف شو نوع باردة ولا حالة. إذا بدنا نعمل فحص سريري لازم نعمل TSH و FT4، وبالدرجة الأولى TSH لازم أعمل إيكو، لازم أعمل ومدان. للأسف بالمناطق المحررة ما عندنا ومدان درق، فلذلك كتير من العقد لأنه ما بقدر أجلسها تحت الومضان، يعني بعتمد على طبيب الإيكو. ما عندي FNA لأجرية، يعني لا تقنيا حتظبط معي لأنه ما في عندي إيكو موجه عبر ما في عندي FNA موجه عبر الإيكو. وشغلة تانية ما عندنا سايتولوجي يقرأه، يعني التشريح المرضي والله للأسف في الشمال كتير سيء، وغالبا عم تجي يعني نتائج مغلوطة. كيف بدي اعتمد على السايتول، كيف بدي اعتمد على الـ FNA واللي بده خبير سايتولوجي؟ فلذلك أي مريض بيجينا بعقدة وأخص إذا المريض عنده قصور درق أو سواء درقي، أي مريض بيجينا عنده عقدة نعتمد أكثر على طبيب الإيكو الأشطر إذا أعطانا صفات خباثة مباشرة للأسف على الجراحة، لأنه نحن موجودين بمناطق ما فيها خدمة طبية. الله يرعى البلاد والعباد، حسبي الله ونعم الوكيل. كيف منعالج السلعة الدرقية سواء كانت بسيطة يعني أو معقدة؟ نحن حطينا ببالنا كل هالحكي السابق. معالجة إجا مريض عنده أنه ضخامة بالعقدة الدرقية وتوجهنا أنه هي TSH مثلا عندي 3 أو 4، لا فيني أعطي التيروكسين، بعطي التيروكسين. شو الهدف؟ تثبيت إفراز TSH، لأنه TSH هو هرمون مسلع يعني بيكبر الغدة الدرقية، بنقص حجم العقد الغروانية والكيسات،
هلا بس لانه الايتروكسين غير مستطب بالاورام اللي عم تعطي هرمون درقي زياده، لانه هو المريض بيكون جاي تي اس اتش مصبط، كيف انا بدي اعطيه الايتروكسين صبه اكثر وساوي عنده اعراض فرط نشاط درق وتخلخل عظام وتسرع قلب؟ ما بيصير، هي غير مستطبة بهذا بالأورام ذات الوظيفة الذاتية المفرطة، يعني عنده يعني فرط نشاط درق. الجرعة بنعطي بين 50% مع مراقبة شو التي اس اتش. مثل ما قلنا الالتيروكسين بدنا نعطيه بحذر، انه التي اس اتش بيسمح لنا، ونراقب بحيث انه ما نساوي عند المريض فرط نشاط درق واخص عند المسنين، لان قد نسبب لهم نوبة قلبية. هلا الحمية المضاف لها يود، اذا انا عندي عم يجيني مرضى كتير بهالمنطقة عندهم سلعة سلعة سلعة، راقبنا شفنا اليود لما طلع اليود بهالمنطقة كتير قليل، اذا لابد من انه من بين العلاجات نحط الحمية المضاف لها يود، يعني نعطي المخابز اللي بتغطي هذا الافران والمخابز اللي بتغطي هاي المنطقة نعطيهم ملح مويودا. امتى هي بتستطب؟ وقت بيكون في عنا السلعة ناتجة عن نقص اليود والفدامة، يعني انه المريض عنده قصور درق لانه هو وامه ما عندهم يود ابدا. هلا شو احيانا بنخاف من اعطاء اليود اذا بتتذكروا؟ احيانا اذا اعطينا يود والغدة كان فيها عقد حارة بتاخذ يود تاخذ يود بتاخذ يود بسرعة وبتسبب لي انسمام درقي، فلذلك بدنا ننتبه على هالشغلة. السلعة قد يستطب فيها الجراحة أحيانا إنه لهدف تجميلي، وهذا مكتوب بكل الكتب إنه أي مريضة جاي إنه غدتها كبيرة ومتضايقة منها هدف تجميلي ممكن. أحيانا لا فعلا السلعة كبيرة وضغط على الرغم وعم تلدي نفس لإزالة الانضغاط، أو أكثر شغلة بتخلينا نتجه فيها الجراحة هي اشتباه بالخباسة. مش المشكلة إنه أنا مريض مثلا إنه شكيت عنده بعقدة مشتبهة، قمت له فص ونص الفص الثاني، وإذ إنه إذا في عندي مناطق ناقصة اليود ممكن إنه بالفص المتبقي ترجع، فلذلك لابد من إنه نعالج المنطقة لناقصة اليود باليود وما نضطر كثير للجراحة لأنه رح ترجع تنكس العقد والسلعة. إذا عندي عقدة حارة مع فرط نشاط درق احتمال الخباسة كتير قليل، هدول المرضى نعطيهم يود مشع، وإذا عم يتكرر كتير الفرط من نشاط الدرق ممكن إنه نلجأ للجراحة، بس أكيد بعد التحضير ما بيصير مريض عنده فرط نشاط درق من دون ما رجع الفرط الدرقي ابعته للعملية. أصلاً الجراح ما بيرضى يفوت على عقدة درقية إلا إذا كان المريض محضر ومعالج وهو قريب جداً من الفرط الدرقي. إذا عندي عقدة حارة مع درق سوية الوظيفة، إنه في منطقة عم تقبض اليود أوكي بس إفرازها معقول، هي منراقب بالإيكو، وبس يفضل إنه يكون الإيكو بنفس الجهاز ونفس الدكتور بيشوف تقريره المرة الماضية وصوره المرة الماضية وبيقارنها. هلا بيعطينا إذا صار أي مشكلة على هالعقدة إنه حس إنه صار فيها صفات خباثة بيعطيني، وبصير أنا لازم أعمل له FNA واستأصله. وقت نحن بنشك إنه في خباثة بالغدة، يعني في بالمناطق المتحضرة، وقت نستأصل الغدة ونبعث خبر للتشريح المرضي إنه إحنا عنا خزعة فروزن، يعني هو والجراح عم يعمل عمليته بيستنى شي 5 دقائق
بين ما يقول له المشرح المرضي انه والله فيه خباسه منشان يشيل الغده كامله ما يترك فيه شيء لانه احتمال يكون فيه بؤر ورميه تانية. فرض هلا خلصنا من الحكي عن السلعه والعقد اللي بقلبه وكيف بندرسهم، هلا رح نيجي على فرط نشاط الدرق. حد هذيك المره حكينا عن قصور الدرق، هلا رح نحكي عن فرط نشاط الدرق. هي شو سببها؟ سببها انه الهرمون الدرقي موجود بوفره وزياده عن اللزوم. في عندي الانسمام الدرقي هو يعني هو ابشع من فرط النشاط الدرق، أو والعاصفة الدرقية أبشع وأبشعين. إذا فرط نشاط الدرق إنه هرمون زايد زايد بقدر، الانسمام الدرقي زايد بقدر غير معقول، العاصفة الدرقية حالة إسعافية وبالعناية. أشياء كل الأمراض الغدية أشياء عند الإناث منها من الذكور. بالنسبة لفرط النشاط الإناث 10 مقابل لواحد الذكور. الأعراض السريرية كلكم لما تكونوا شايفين مريض غريف أو شفتوا مريض فرط نشاط درق، كيف إنه السيارة أنا هيك دائما مشبهني للمرضى، كيف السيارة عاطية بنزين زيادة وعم تتحرك بكامل، يعني السيارة جنانة على الأخير وحاطين فيها موسيقى صاخبة، هيك بيكون في هيك بيكون الجسم تقريبا. أعراض فرط الاستقلاب واستهلاك الطاقة، كل كم كل يعني هذا هي السيارة اللي كتير فيها اللي جنانة على 24 كل شوي وشوي لازم نفوت على الكازيات ونعبيها. أعراض فرط الاستقلاب عند المرضى إنه بصير عندهم زيادة استهلاك الطاقة، بياكل كتير، بيسهل كتير، وبينقص وزنه، ولا بيقدر ينام، دائما مشوب وعرقان وضايق نفسه، والمريض إنه كلياتنا قاعدين إلا هو فاير مثل النار، بيضل بيقوم بيقعد بيقوم بيقعد بيروح وبيجي بشكل مزعج يعني. هلا احيانا وبيصير عندهم قلبهم بيطرق بسرعه وايديهم بيرجفوا بيقلقوا ما بيقدروا يناموا، مثل ما قلنا بالجلد بيكون ايديهم بتسلم عليهم وكانه مغسولين، زياده بالتعرق، تساقط اشعار. هلا رح نحكي عن وزمه امام الزنبوب، هي مظهر مناعي ذاتي بمرضى في غريف بالدرجه الاولى. هلا المرضى عندهم ضعف بالعضلات لانه ما عم يناموا مزبوط، وفي زياده حركيه بالعضلات، زياده المنعكسات الوتريه على عكس قصور الدرق اللي يكون عندهم بطء بالمنعكسات الوتريه واخص بطء استرخاء بعد التقلص، يكون عندهم فرط كلس الدم وتخلخل عظام. بالعين منشوفه اخص بداء غريف، منشوف جحوظ وحملقه ووزمه حول الحجاج. بالجهاز الهضمي زيادة الشهية، زيادة الحركات الحيوية بيؤدي لإسهال وبيؤدي لنقص الوزن. المرضى بيكون عندهم ضيقة نفس، المريضة بيكون عندها اضطراب بالطمس، غالبا انه تباعد طموس واحيانا توقف طمس نهائي، مو بشيء عفوا يعني توقف طمس انه صار لست شهور مثلا ما اجت الدورة، وبالتالي اذا كانت متزوجة بتصير عندها عقم. نقص الرغبة الجنسية عند الرجال أحياناً بسبب زيادة الاستقلاب الاستيرويدات الجنسية تتحول التستوستيرون لإستروجين وبصير عندهم تفدي وعنانة. ليش؟ لأنه بيزيد الإستروجين الجوال وقد يتحول من يعني من التستوستيرون بيتحول تحت تأثير زيادة الاستقلاب إلى إستروجين جوال. بصير عندهم فقر دم مرضى فرط نشاط الدرق، الجهاز العصبي المركزي بنلاقي ان المرضى كتير هايجين وعندهم فرط حركيه. بالكليه في عندهم زياده الرشح الكبدي، تعدد بيلات وبوبال ليلي. بالاستقلاب زياده معدل الاستقلاب بشكل عام، بيصير عندهم زيادة الحموض الدسم الحرة،
في شغلة كتير مهمة حكيت لكم ياها المرة الماضية، إنه مريض اللي عنده ارتفاع بالشحوم الثلاثية لازم دغري يساوي له TSH. على العكس إنه شوفوا كلها زيادة، زيادة تخريب الهرمونات، زيادة الحاجة للفيتامينات، زيادة سكر الدم، إلا إنه الكوليسترول والشحوم الثلاثية شو بيصير عند مريض فرط النشاط؟ بتنقص وليست بتزيد. على فكرة هذا رح يجي غالبا سؤال. الجهاز القلبي والأوعية الدموية بيصير عندهم زيادة سرعة القلب، زيادة ضغط النبض، بيصير ضغطهم 15/5، قصور قلب عالي النتاج، نقص تروية قلبية، اضطرابات نظم، رجفان أذيني. يعني عند المسنين كل مريض بيجينا رجفان أذيني لازم نساوي له وظائف الدرق، نتأكد إنه ما عنده فرط نشاط درق. حكينا هون هدلولة. هلأ عند المسنين بتعرفوا أحيانا الأعراض عند المسنين وعند الأطفال بتختلف عن الشباب. هلأ عند المسنين قد يجيك المريض مثل ما قلت لكم برجفان أذيني، قد يجي بأنه المريض دايخ وعم يستفرغ، بيجي أحيانا بيقول أنه أنا ما عم بتذكر، أنه أنا حاسس ذاكرتي مضروبة. فعلى فكرة بالمناسبة يعني أنه تقريبا TSH هو تحليل روتيني لفوق 40 سنة. يعني المريض عم يشوفه مثلا أنه تسرع بالقلب لازم نعمل لون وظائف درق، المريض عنده اكتئاب، عنده فقدان ذاكرة. قد يجيني الكبير بالعمر باعتلالات عضلية، أنه مثلا ما عم يقدر يطلع على الدرج، ممكن أنه يصير عنده اعتلال عضلي وخيم بيترافق مع بنسبة 1% مع داء غريف. إذا بتتذكروا الاعتلال العضلي الوخيم، لا غير عفوا أنه يلي بتدرسوا يلي بيكون فيه أضداد للأستيلكولين. اعتلال عضلي وخيم أنه مثل المريض عن حل عضلاته حل وما عدته قدر يمشي أبدا. هلأ اعتلال عضلات العين بداء غريف قليلة عند المسنين، بينما أكثر هو بيصير عندهم الاعتلال للعضلات الهيكلية الدانية سواء الزنار الحوضي أو الزنار الفخذي. أحيانا عند الكبار بالعمر بيصير عندهم ألم بطني، حكة، شراء، يعني بيجوا بأعراض غير نموذجية. أسباب الانسمام الدرقي، هلأ أنا كنت عم بحكي عن فرط نشاط الدرق بشكل عام، وشو ممكن تكون أسباب الانسمام الدرقي؟ ورح نروح لكل سبب ونشرحه لوحده. مين الأمراض اللي بتسبب انسمام درقي؟ على رأسه داء غريف، بعدين عقدة وحيدة سامة، يعني عم تأخذ اليود وتفرز، تأخذ اليود وتفرز هرمونات، وهي ما لا علاقة أبداً لا بالTSH ولا الإيتروكسين، هي من حالة وبالا عم تأخذ اليود تقطه وتفرزه على شكل هرمونات بشكل مفرط. التهاب الدرق تحت الحاد، هلأ رح نحكي عنه. بعض الأدوية مثل الليتيوم والإميودارون والمقشعات السعال. أسباب نادرة، هدلينك الأسباب الأشياء. الأسباب النادرة الأورام المفرزة للTSH، لأنه بتعرفوا أن TSH بيحرض الغدة الدرقية. الغدة الدرقية بتبعث له T4 T4 مشان يصبته. في عندي أنا ورم نخامة ما بيرد عليه، ما بيرد على كل شيء ورم عموما، ما بيرد على الآلية الفيزيولوجية الطبيعية، فلذلك بيضل بينفرز TSH وبيضل بينفرز T4 حتى المريض يصير عنده فرط نشاط ثاني نسميه. الكوريوكارسينوما، ليش الكوريوكارسينوما بتعمل انسمام درقي؟ لأنه بتتذكروا أنه بتتشابه معها بسلسلة ألفا. مقاومة النخامة للهرمون الدرقي، الهرمون الدرقي عم يشتغل بالجسم وعم يعمل لي فرط نشاط درق، إلا أنه ما بيقدر يروح للTSH ويصبطه، أنه في مقاومة بالغدد النخامية المستقبلات ما بترد على T4 اللي جاية من تحت، أنه والله بعتي لي TSH طبيعي، بتضل T4 بيزيد والTSH بيزيد، T4 والTSH بيزيد. يعني بيشبهوا تقريبا عالية الأورام النخامية،
بس بالأساس ما بيكون عندي ورم، لا بس إنه ما عم يستجيب للتي اس اتش للتي فور بمستقبلاته على الخلايا النخامية المفرزة للتي اس اتش. أحيانا نسيج درق يهاجر بالمبيض، أحيانا نقائل من سرطان جريبي تاخد اليود وبتأفرز هرمون، تاخد اليود وتأفرز هرمون بصير عندي فرط نشاط درق. هلا بدنا نفصل أكثر شيء عندي بداء جريف يلي فيه سلعة منتشرة غالبا متجانسة وعم تفرز عم تقبض في اليود تحت تأثير دي اس اي اللي هن يعني الضاد محرضة للدرق بتشبه الدي اس اتش وبتضل بتقل للدرق انجي هرمونات انجي هرمونات. طبعا هي آلية مناعية ذاتية، هو أهم سبب لفرط نشاط الدرق. تقريبا 90% من الحالات اللي بتجي فرط نشاط الدرق تكون قريب، بيصيب النساء أكثر من الرجال. في ثلاثي وصفي فرط نشاط درق أو انسمام درق، سلعة معممة، اعتلال عيني واعتلال جلدي أقل بكثير من لاقي وزمة أمام الزنبوب وتبقرة الأصابع. المريض متعرق، بيدي دافين، شهية زايدة، إسهال، نقص وزن، اضطرابات طمسية. أنا عم بضطر أحياناً أسكت لحتى أنقل سلايد. السلايدات واضحين عنكم شباب؟ إيه دكتور، أيوة. تمام. هلا الاعتلال العيني عموماً ببلش فرط النشاط قبل بسنة، والاعتلال العيني ببلش بعد بسنة. بيجي المريض عيونه منتفخين بسبب الوزمة حول الحجاج، وفي عنده جحوظ وفي عنده تلكؤ بالجفن العلوي، فلذلك هدول المرضى قد بيناموا وما بيتسكروا عيونهم. وقت هدول المرضى منساوي لهم رنين لمنطقة الحجاج منلاقي إنه في عنا توزن بالعضلات خارج المقلة. بيجوا كمان أحياناً إنه وقت بيرمش عينه متضايق، ليش؟ لأنه بفت أغلب الأوقات ما عم تتسكر العين وما عم تنطرف بشكل نهائي، يعني الطرف بيصير عنده فيه اضطراب، فلذلك هذا الفيلم الدمعي ما بيغطي كل الأماكن، في أماكن تتعرض للتجفاف والتقرح. بيصير عندهم جحوظ، بيصير وزمة وارتشاح بالخلايا اللمفاوية بالدهن وبالعضلات يلي بالحجاج، فلذلك بتزيد الضغط على العين وبيخليها تبق لقدام. شو سبب الجحوظ؟ رح نرجع نأكد إنه سبب الجحوظ هو زيادة حجم العضلات والنسيج الشحمي واللمفاوي وحدوث الالتهاب وزيادة الهيالورونيك أسيد. إذن شو بيصير بالحجاج؟ بيتوضع فيه بالنسيج الشحمي والعضلات، بيصير ارتشاح لمفاوي بيتوزم، وهي كلها آلية مناعية ذاتية. قد تضطرب الرؤية بسبب ارتفاع الضغط داخل المقلة، وأحياناً نادرة جداً ممكن تنتهي بالعمى. في عنا الجفن المتراجع، هذا بيسبب لنا تلكؤ بالجفن، المريض ما عم بيسكر عينه مظبوط، وأخص وقت مثلاً بيطلع للأسفل بيضل قسم من العين مكشوف، هذا بيسبب التهاب قرنية وجفاف عين. قال المدخنون هم أكثر عرضة للإصابة وأكثر سوءاً في الإنذار بمرضى داء جريف العيني. هلأ أحياناً مشكلة كبيرة كتير عن طبيب العيون، بيجي المريض عنده شكل كتير عيونه بيشبه عيون مريض فرط نشاط الدرق، جاي عم يقول له الدكتور يا دكتور أنا عيوني فيهم جحوظ. الكل عم يقول له ليش هيك عيونك باقين لبرا؟ بيقول له دغري روح ساوي لي استشارة درقية. بيروح بيعمل له دكتور الغدد تي اس اتش واف تي 4 وبيعمل له ايكو، بيلاقي انه الغده طبيعيه بالمية مية. بس اذا عملنا له
ومضان درق أو إذا عملنا الضاد الدرق من لائين إيجابية. فلذلك هذا المريض احتمال بعد فترة يطور داء جريف درقي، إلا أنه بهالمرحلة بنسميه داء جريف العيني المعزول. ممكن في بعض المرضى تحرض لهم آلية مناعية ذاتية وإطلاق داء جريف. الخمج الفيروسي دائما الواحد لازم يتعوذ بالله من الأخماج ولو كانت جريف بسيط، لأنه أحيانا للأسف بتحرض آليات مناعية ما بدنا إياها. الشدة دائما، أنا كل مرضى المناعة الذاتية سواء بالمفاصل أو الغدد كتير لازم ننبه المرضى إنه لازم ما كتير الشدة. يعني أنا نفترض إنه زعلت من شي حدا، ما في داعي تبالغ بالزعل، لأنه فعلا هي الوسائط اللي بتنفرز خلال الشدة ممكن إنه تطلق كتير آليات مناعية خاطئة. للأسف كمان ممكن المخاض والمعالجة بالليثيوم يعملوا هيك. هلأ عموما بيجونا مرضى داء جريف انه بشكل تدريجي صار له من شهرين ثلاثه عم تحس حالها هيك، مو من امبارح، غالبا انه تطور تدريجي خلال اسابيع او اشهر. عموما ما بيتراجع لحاله الا لنعالجه. بعض الحالات ممكن تتصبط تلقائيا. كيف بشخصه؟ عدا عن هالقصه الوصفيه انه مخبريا بعمل بعد ما افحص المريض واتاكد من استجوابه بعمل مخبريات، بيطلع عندي تي اس اتش مصبط كتير، التي 4 او الاف تي 4 عالي كتير. هلا احيانا قد نضطر للومضان وقت بنعمل للمريض ومضان. انا ما مثلا القصه السريريه ما كتير ماشي مع جريفز، اكيد انا عندي فرط نشاط. هل هي التهاب درق؟ هل هي داء جريف؟ بروح للومضان. اذا بالومضان لقيت زياده قبض منتشره بكل الجسم بكل الغده الدرقيه، برتاح بقول انه هذا غالبا هذا جريف. بداء جريف الاولي بيكون على حساب التي 3 بعدين بيصير على حساب التي 4. هلا المعالجه قال بتختلف من مكان لاخر. باوروبا وعندنا بمناطقنا انه ثلاث ارباع المرضى ببلشوا بمعالجه دوائيه وربعهم بيحولون لليود المشع. بامريكا بيعطوا اول شيء يود مشع بعدين ادويه بعدين جراحه. باليابان ما بيحبوا كل شيء له علاقه بالاشعه
ما بيطيقوه أبدا، فلذلك بيبعدوا جدا عن اليود المشع، بياخدوا أدوية وبيروحوا للجراحة ولا بيحبوا الأشعة أبدا. ما بيصير أبعث المريض اللي عنده فرط نشاط درقي لا على اليود المشع ولا على الجراحة قبل ما حضره أو يصل للسواء الدرقي، لأنه إذا المريض عنده فرط نشاط وعطيته أنا يود مشع ممكن أنه نفاقم الأعراض بإعطاء اليود. هلأ درجات الاعتلال العيني، في عندي شيء اسمه تحت سريري بنكشفه بالمرنان، يعني مريض عندي داء غريف بدي أعرف هل حيتطور عنده اعتلال عيني ولا لا، بعمل له رنين. الرنين بيقول لي إنه قديش في عندي وزمي وارتشاح وبنسج الرخوة داخل الحجاج. هلأ إذا سريري هو تقريبا منلاقيه بنص الحالات، بس أكثر الحالات هي غير تحت سريرية، بأقل من نص الحالات إنه منلاقيه بشكل سريري، غالبا بشكل مقبول، إلا أنه في 3-5% من المرضى بيكون عندهم اعتلال عيني خطير، يعني أحيانا بيهدد الرؤية والعين، وخاصة إذا صار عندي مشكلة بالقرنية. خلصت من داء غريف، هلأ رح أروح لورم غدي عم يقبض اليود، مو المشع اليود العادي، عم يقبض اليود ويصنع هرمونات وماله سائل لا على TSH ولا على حدا، هاي بنسميه ورم غدي سليم، ورم غدي مفرز للهرمون الدرقي، نسميه متلازمة داء بلومر ديسيز، داء بلومر. عقدة وحيدة اللي هو ورم غدي يوم من الأيام بيصير سمي توكسيك، بيصير هو هو كان خلايا غدية عايشة بأمان الله بس ما لها علاقة بحدا، يوم من الأيام بتصير بتاخد اليود بسرعة وبتفرج هرموناتك بسرعة بشدة وبتفرزها للدم وبتعطيني انسمام درقي. هلأ هي الداء البلمر بنشوفه يعني بعمر 40 وعند المسنين. من مؤهباته انه نقص اليود او التهاب العنق الشعاعي بالطفوله، ومثل ما قلنا انه احيانا في عندهم مرضى اورام غديه سليمه، مجرد انه اعطيناهم احيانا اليود ممكن انه ياخذ اليود بشكل مجنون ويؤدي لاصطناع الهرمونات وإفرازها بشكل مجنون وبيعطيني ورم غدي غدوم سمي. هلأ الأسباب الثانية لفرط نشاط الدرق غير داء غريف غير داء بلمر اللي هو الورم الغدي السمي، في عندي التهاب الدرق. التهاب الدرق أي التهاب بيصيب الدرق بيخلي كل الغدة دغري ترفع إيديها وتستسلم وتعطي كل الهرمونات اللي فيها، هيك بتعمل دغري بترفع ايديها خدوا دخيلكم، بتعطيهم الهرمونات اللي فيها. اما شو بصير عند المريضه او المريض بصير عنده التهاب درق وبصير عنده فرط نشاط درق، بس هذا ما بيدوم للابد بس بفتره الالتهاب. هل احنا بنروح على الاسباب الالتهابات الدرق كتكون مناعيه ذاتيه او سميه دوائيه او قيحيه وهي الاندر؟ مثل ما قلنا بتسبب انسمام درقي يتراجع بعد استنفاد مخزون الهرمون، لأنه هي شو عندها مخزون بتقول لهم خدوه بس حلوا عني. في عندي الانسمام الدرقي الدوائي، مثل ما قلنا في كتير مريضات بياخدوا التيروكسين منشان ينحفوا، بياخدوه بشكل مجنون إنه بصير عندهم انسمام درقي دوائي. وكمان قلنا من الأدوية اللي بمقد إنه تسبب زيادة هرمونات درقية وفرض تعطينا انسمام درقي مثل الإميودارون، حكينا عليه كتير، والبعض الأدوية استعال المقشعات ومواد المواد الظليلة تبع الأشعة. أكثر من تحصل عندهم هدلول المرضى اللي عندهم سلع معقدة، يعني
عنده سلعة وفيها كام عقدة، وقت بنعطي هدول الأدوية ممكن إنه أحد العقد يعطينا هرمونات بشكل كبير ويعطينا انسمام درقي. هلأ الأعراض كلها بتشبه بعضها، إلا إنه أكيد موضوع الجحوظ العيني وموضوع الوزمة أمام الزنبوب حصراً بشوفهم فقط بداء غريف، ما منشوفهم بالأسباب الثانية للانسمامات الدرقية، لأنه هدلينك آلية مناعية ذاتية يعني بيشبهوا بعض. من الآلية المناعية الذاتية اللي خربت الدرق نفسها هي اللي بتخرب النسج اللي داخل الحجاج، ونفسها اللي بتخرب النسج أمام الزنبوب. هلأ الأميو الدارون شو بيعمل؟ بيعمل التهاب، بيخرب الغدة الدرقية، وبيعطي قصفة أو قذفة من الهرمون الدرقي بتسبب انسمام درقي عابر. ممكن أنه مريض أول فترة يصير عنده فرط نشاط، بعدين تتخرب الغدة ويصير مريض قصور درق. أسباب نادرة لفرط نشاط الدرق، حكينا عن فرط إنتاج الـ TSH، يعني ورم نخامي مفرز الـ TSH، بنسمي فرط نشاط درق ثانوي. هلأ قد تكون بسبب أورام، أو قد تكون إنه الخلايا النخامة ما لا عم تستجيب للتلقين الراجع للهرمون الدرقي، وهي حالات عائلية وقليلة. إنه المريض عنده T4 و T4 ما بيقدروا، كعم يشتغلوا بالجسم بس ما بيقدروا يقولوا للخلايا الدرقية إنه يعطوه جواب إنه نحن ها هنا نحن موجودين. أما الغدة الدرقية ما حد عم يقول لها، هي بتضل عم تفرز TSH TSH. قد يكون إذا بسبب ورمي، أو قد يكون بسبب خلل بمستقبلات التلقيم الراجع. حكينا المرضى اللي عندهم كوريو كارسينوما أو حمل رحوي، رحى عدارية بسبب التشابه بين الـ HCG والـ TSH، ممكن أنه يصير عندي فرط نشاط درق. إذا في عنا نسيج درقي هاجر بالمبيض ممكن يسبب كمان. نحن وين وصلنا؟ بس دقيقة. مشكلة الله هلأ وصلنا لعند كيف منشخص فرط نشاط درق. بشكل عام أخذنا قصة سريرية، توجهنا نحو فرط نشاط درق. هلأ أول شغلة نطلبها هي الـ TSH والـ FT4. TSH بيكون مصبط، الـ FT4 والـ FT3 بيكونوا عاليين، الـ TSI اللي هو الجلوبولين المناعي الرابط لمستقبلات TSH بيكون إيجابي عن مرضى غريف، هو اللي بيسبب هاي الآلية المناعية. هلأ إلنا الومضان كتير مهم. ليش؟ لأنه بيشخص لنا هل هو هل فرط النشاط هل هو عابر بسبب التهاب درق، وبالتالي بيعطيني نقص بقبض اليود المشع. واما اذا كان عندي عندي فرط نشاط درق وعملت انا ومضان يود مشع ولقيت انه هالغده كلها عم تاخذ اليود وعندي انا جحوظ عيني، شو بقول؟ والله بقول هاي صارت بتمشي تماما مع داء غريف. بينما انه المريض عنده فرط نشاط درق بس ما عنده شيء بشكل بالعين ابدا، لسه ما سويت له مرنان، لا ترى هذا المريض غريف ولا ما غريف؟ أنا بعمل له ومضان مشع، إذا لقيته ناقص لا والله هذا شو بيكون سببه؟ بيكون سببه التهاب درق أو المريضة عم تاخد التيروكسين زيادة. بينما إذا لقينا بس المتجمع قبط اليود المشع بمنطقة ببؤرة معينة زايد متجمع بهذا المكان، بيكون عندي سلعة عقدية سامة. إذن ومضان باليود المشع أو بالتكنيسيوم كتير بيفيدني إنه شو سبب فرط نشاط الدرق.
إذا كان معمم وقوي القنص بيكون قريب، إذا كان بشكل بؤرة سلعة عقدية سامة مثل بلمر، بينما إذا كان ناقص إنه ما عم تقبط اليود أبداً معناها أنا عندي التهاب درق أو المريض عم تاخد التيروكسين. من الأشياء اللي بتشخص لنا كمان إنه عندي التهاب الدرق تحت الحاد اللي هلأ رح أمرق عليه اللي هو داء كويرفان، بتكون قنص اليود المشع، قبط اليود المشع كتير قليل، بس إلا أنه بنعمل سرعة تسفل بنلاقيها 100 110 120، مثل المرضى السل يعني سرعة التسفل العالية من بين التشخيص التفريقية هو التهاب الدرق تحت الحاد. قلنا أنه المرضى بيكون عندهم نقص بالكوليسترول والتيجي، مرضى فرط نشاط الدرق، وبيكون زايد عندهم الكلس والفوسفاتاز القلوية. كيف منعالج فرط نشاط الدرق؟ المعالجة العرضية بتكون بالإندرال. مثبطات اصطناع الهرمونات الدرقية في عندي مركبات الكاربيمازول والبي تي يو، البي تي يو راسيل. ممكن إنه نعطي يود وليتيوم. اليود مثل ما قلنا تحت تأثير هذا الروسي تشاكوف ممكن إنه أنا أعطي يود كتير ما يصير عدم اصطناع للهرمون الدرقي. ممكن نعطي يود مشع، ممكن نعطي جراحة. نختار المعالجة حسب إنه سبب فرط النشاط. إذا كان عندي شاب وعنده ورم سام، ورم غدي سمي، شو بعمل له؟ هاد خلص هذا الورم الغدي السمي ما اعتمد على حدا، دغري خلص بوصله لسوائل الدرقي وببعته على الجراحة. عمر المريض بيختلف، إذا كان مريض شاب ولا مريض ختيار، بيتحمل جراحة ولا لا. هلأ مريضة حامل هل من الممكن أنه أبعث على اليود المشع؟ مستحيل، وحسب الأمراض العامة المرافقة، حسب السوابق العائلية، حسب المدرسة الطبية يابانية ولا أوروبية. هلأ دائما أنه إذا بتتذكر قصور الدرق براقبه بالتي اس اتش، فرط نشاط الدرق البدئي دائما براقبه بالاف تي 4، إلا أنه عندي مسنين من راقبه بالFT3. المعالجة العرضية شو ممكن تكون؟ المعالجة العرضية أنه الميت جاي قلبه عم يرجف، قلبه متسرع وإيديه عم يرجفه، كتير متضايق من هالأعراض، شو بعطيه؟ بعطيه إندرال. إذا المريض عنده رجفان وزيني بعطيه ديجوكسين مضادات تخسر. ممكن أنه نعطي أدوية مهدئة مثل مضادات الاكتئاب. هلا حلاوة حاصيلات